مبادرة نخلة السلام والمرأة في السعودية. حضرتك المبادرة دي هي أساسا مبادرة في السعودية، ولكن بيحصل فيها إيفنتات أو احتفاليات في عدد من الدول العربية. المبادرة دي عدد من الدول العربية كبير بيشتركوا في هذه المبادرة، وفي نفس الوقت المبادرة دي بتهتم بالاقتصاد والمرأة والإنسان بشكل عام. نفهم أكتر وأكتر من ضيفتي الدكتورة سميرة بنتن، دكتورة أستاذة جامعة. وأستاذة في الجامعة. صباح الخير يا فندم. وناشطة اجتماعية. وناشطة اجتماعية. صباح الخير يا فندم. صباح النور. أهلا بيك وبأهل السعودية كلهم وآل بنتن. يا هلا بيكم. أهلا يا بيك يا هلا بيكم. يا هلا دكتورة حضرتك بعد إذن يعني نتعرف عليكي أكتر بعد إذنك. أيوة، أنا تخصصي كيمياء، لكن الماجستير والدكتوراه عندي اللي هي الموارد البشرية، وناشطة اجتماعية. كويس قوي، كويس قوي. طب ايه اللي جاب الكيمياء للنشاط الاجتماعي؟ أنا صراحة يعني تمشيا مع الوقت اللي احنا فيه. تمام. كيمياء، وأنا أعشق الكيمياء ومشيت في الكيمياء ودرستها. بعد كده تطلبت اللي هي جات تخصصات جديدة وتطلبات، ويعني والمراحل تختلف من مرحلة لمرحلة. نعم. طبعا أنا حتجه اتجاه ثاني اللي هي الناشطة الاجتماعية، فاتجهت اللي هي للموارد البشرية. أولا أهلا وسهلا بك في بلدك الثاني مصر يعني، وسعداء أن حضرتك موجودة في مبنى ماسبيرو هنا. وحستأذنك بقى نفهم ايه هي مبادرة نخلة السلام والمرأة في السعودية؟ ايه هذه المبادرة ايه؟ مبادرة نخلة السلام، هذه نخلة السلام مبادرة وحدة، هي أول مبادرة وجات في مصر للعلاقات الاستراتيجية العلاقات منذ القدم بين مصر والسعودية. علاقات قوية مستمرة لما تتميز به البلدين من قوة سياسية وقوة اقتصادية وقوة اجتماعية وعسكرية، تمثل قوة ثنائية مشتركة في الوطن العربي والعالم العربي، وفي التصدي للمشكلات في حل المشكلات للوطن العربي والإسلامي، ومصدر سلام لهم في تصدي مواجهة الإرهاب. فمبادرة نخلة السلام هذه مبادرة نشر سياسة السلام ونشر التآخي، وتمشيا مع رؤية 2030 اللي هي يعني نشر تقريبا 500,000 نخلة في العالم. تمشيا في العالم، في العالم 500 يعني تقريبا 500,000 نخلة اللي هي زراعة 500 في العالم. ما شاء الله ما شاء الله. طيب حضرتك المبادرة دي اوريدي في السعودية، وهي طبعا تحت رعاية أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل. هذا الأمير ما شاء الله عليه سوى مبادرة السلام هذه اللي هي نخل نشر، هي رمز لنشر التآخي ونشر ثقافة المجتمع، نشر ثقافة التآخي وثقافة السلام في المجتمعات، هي رمز يعني، وتمشي مع الآية فكلي واشربي وقري عينا، يعني قري عينا ارتاحي، يعني حاجة عزيز للسلام. نعم. فهذا الرمز له. أمير القصيم هذه له مبادرات إنسانية كثيرة. طيب. له في المجال الخيري، في المجال الشباب، في المجال الإبداع، له جوائز. فمبادرة السلام هذه مبادرة صراحة جميلة، يعني بالنسبة للعالم ككل هي ابتدت بها كرمز يعني وكحاجة في مصر، لكن هي تعتبر للعالم أجمع يعني. طيب دكتورة بعد إذن حضرتك الاسم المبادرة نخلة السلام والمرأة. طيب نخلة السلام احنا فهمناها، وان في نشر 500,000 نخلة في العالم كله، وقد ايه انتوا عايزين يبقى في نشر للسلام في جميع انحاء العالم. المرأة بقى، الجزء الخاص بالمرأة. الجزء الخاص بالمرأة طبعا يعني الانسان لا يخفى عليه، نحن نفتخر
يعني بدور المرأة، ولا وصلت له صراحة في السعودية بقرارات 20-30، بقرار الملك سلمان الله يطول في عمره، والأمير الشاب ولي عهده الله يحفظه، إلا هي بالنسبة للمرأة، يعني المرأة صارت تساهم في المؤتمرات، في المبادرات، في جميع المجالات. نعم. نعم حضرتك، احنا شايفين كويس قوي ولي العهد الحقيقة بيعمل يعني نظام جديد وحقوق للمرأة كثيرة جدا، وفي كثير من الحرية للمرأة في المملكة العربية السعودية. هستأذنك ان احنا معانا تقرير هنشوفه مع بعض مع مشاهدي نهارك سعيد، ونرجع تاني مع الدكتور. للمبادرة يعني أنا سعيد جدا بحضوري وبدعوة لهذه المبادرة. هذه المبادرة لما اتعملت إنما تدل على عمق العلاقة واستراتيجية العلاقة قديما بين مصر والسعودية واستمراريتها وقوتها، ونظرا لما تتمتع البلدين مصر والسعودية من قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، فهي تعتبر صمام أمان للعالم العربي في مواجهة الصراعات والإرهاب، وهي دعوة صريحة كذلك لنشر السلام في المجتمعات وبين الدول الإسلامية عامة والوطن العربي. ومبادرة نخلة السلام كذلك تتمشى مع نظر رؤية 20-30. هي منظمة طبعا التنمية والسلام، وأنا الحمد لله بحمد ربنا وبشكر فضله أن أنا سفير هذه المنظمة للثقافة والفنون، وسعيد بهذا المنصب طبعا. وإحنا بنتكتل لغرس السلام بمعناه الحقيقي والتنمية بالذات. كلمة التنمية دي حطي تحتها مليون خط، لأن التنمية المستدامة ده هدف من أهدافنا الراقية السامية، وأنك تتواصل مع المجتمع وتبقى عضو مؤثر فعال داخل هذا المجتمع من خلال القوة الناعمة أو من خلال العطاء المميز أو من خلال الاستثمارات أو من خلال تضافر الجهود بين الدول. والدليل على كده في منظمة محترمة طبعا مع سمو الأميرة مشاعل ومجموعة راقية جدا من الأعضاء اللي مدركين يعني إيه خدمة الإنسانية، مش بس المجتمعات العربية، بالعكس كنموذج واعي جدا واعد في العالم كله. والنخلة عبارة عن رمز السلام وأحد مبادرات المنظمة العربية للسلام والتنمية التي أطلقتها المنظمة مؤخرا، لذلك فضلنا أن تكون جمهورية مصر هي أول من البلدان والمناطق التي تغرس بها النخلة. شكرا لكم تواجدكم. رؤية 20-30 طبعا هي من أحد المبادرات التي أطلقتها المنظمة كما ذكرت لكم سابقا، وهي تحقق رؤية 20-30 وستغرس كذلك في جميع بلدان العالم إن شاء الله. رجعنا لحضراتكم. مبادرة نخلة السلام والمرأة في السعودية، المبادرة اللي معانا الضيفة الدكتورة سميرة بنتن. حضرتك التقرير الاحتفالية اللي احنا شفناها دلوقتي دي وتصورت نهارك سعيد هناك، حضرتك الاحتفالية دي حصلت في القاهرة امتى؟ كم يوم يعني؟ يعني قبل اسبوعين تقريبا. قبل اسبوعين؟ ايوه قبل اسبوعين. طب عظيم. في المعادي. عظيم. الاحتفاليه دي احكي لي شويه عن الاحتفاليه اللي حصلت دي. هذه الاحتفاليه طبعا حضر اللي هو محافظ القاهره والسفير السعودي دكتور اسامه نوغلي، وطبعا وفد كبير واعلامي. طبعا هي مبادره زي ما قلت لك، هي يعني اكثر انها ترمز اللي هي اكثر شيء للعلاقات بين السعوديه ومصر، ولنشر السلام. عظيم. ايوه،
طيب. وزي ما قلت لك برضو اللي نشر انه تبع رؤية 2030 اللي هي بعد كده زراعة 500,000 نخلة في العالم. طب دكتورة حضرتك العالم كله بينظر إلى السعودية في آخر السنوات، وقد إيه السعودية بيحصل لها انفتاح كبير جدا والمرأة بتاخد حقوق أكثر وأكثر. إيه الحقوق اللي لحد دلوقتي حصلت عليها المرأة وانت شايفاها ان احنا هذه المبادرة عايزة ترسلها للعالم كله من خلال هذه المبادرة، غير طبعا موضوع انك انت المرأة دلوقتي تقدر تسوق، يعني ببارك لكم طبعا. أيوة طبعا، يعني يعجز التعبير انه يعني يتكلم نعم عن حقوق المرأة في السعودية. عظيم. انت بتقول غير قيادة، طبعا المرأة طبعا القيادة، هذا كان قرار حكيم وصائب، وفي المرأة ممارسة حقوقها. عظيم. طيب عندنا المرأة دخلت في جميع المجالات. حلو قوي. عندنا مثلا في السياسة الأميرة ريما بنت بندر، هذه أول سفيرة في الولايات المتحدة، قبلها كانت متحدثة رسمية اللي هي الدكتورة فاطمة باعشي. عندنا دخلت المرأة في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال مجلس الشورى. نعم. نحن كان لنا قبل كده للمرأة اللي هي نورة الفايز كأول مساعدة، يعني مساعدة وزير التعليم في عام 2009، يعني قبل ما تطلع هذه القرارات. عظيم. يعني معاطين للمرأة حقوقها، لكن الآن أزدادت. دخلت في مجال العدل، دخلت في مجال البلديات، التجارة، السياسة، في جميع المجالات صراحة. يعني المرأة نحن دخلنا في مصاف في العالمية. نعم. يعني في العالمية. نعم. والمرأة أثبتت جدارتها من جميع النواحي. سواء في التعليم، في تحملها للمسؤوليات، وأثبتت جدارتها في المناصب اللي أخذتها. نعم. حاجة مشرفة جدا طبعا. جدا حاجة جدا مشرفة. وإحنا يعني أثبتت المرأة بالفعل جدارتها، دخلت في جميع المجالات وأثبتت جدارتها، لأن المرأة بالفعل يعني وبالذات المرأة السعودية يعني تكون مسؤولة عن بيتها وعن زوجها وعن أولادها، ولما تأخذ منصب تحقق فيه نجاح وتثبت قدراتها فيه. وإن شاء الله يعني أنا متأكدة إنه 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 يعني حتثبت أكثر وأكثر نجاح ويعني وتقدم بإذن الرحمن. طبعًا مما لا شك فيه إن العالم كله خصوصًا المصريين سعداء باللي حضرتك بتقوليه ده، وإن المرأة بتاخد حقوق أكثر وأكثر وبتحقق الكيان بتاعها. حضرتك من ضمن اللي مكتوب لي في الإعداد إن المبادرة دي بتبص من النواحي الاقتصادية والنواحي الإنسانية. الإنسانية فهمنا الموضوع المرأة ده، هل في اتجاه من الناحية الاقتصادية؟ اتجاه من فهم من ناحية المرأة؟ من ناحية أنا بتكلم عن المبادرة نفسها. مبادرة ولكن ولا مجرد المبادرة بتقول إن إحنا بننشر هذا السلام وبنعرف اللي بيحصل في السعودية. نعم نعم، المبادرة ككل هي مبادرة إنسانية. تمام. نشر السلام. حلو. والأخوة بين الشعوب. عظيم. طالما إنه صارت علاقات يعني سلام وعلاقات إنسانية، أكيد حتكون هناك علاقات يعني حمام. اقتصادية. حلو. حتكون يعني اقتصادية واجتماعية وسياسية. عظيم. ولما اختيرت مصر قلت لك في علاقات منذ القدم، يعني صحيح. لو رجعنا للتاريخ صحيح. في علاقات منذ القدم القدم يعني للعلاقات المصرية السعودية. تمام. وفي مبادرات اقتصادية بالمثل الجسر البري. صحيح. اليوم. صحيح. الاستثمارات، التجارة، هذه كلها بين مصر والسعودية. شفنا في الأسابيع والشهور اللي فاتت عدد كبير جدا من الحفلات الفنية في المملكة العربية السعودية، وده طبعا تحت برضو قيادة سمو محمد بن سلمان ولي العهد. نعم. ونشر برضو انه
يا جماعه انتوا بتروحوا تدفعوا ملايين وعدد كبير جدا من الفلوس بره السعوديه، طب ما تيجوا نعمل لكم هنا في المملكه العربيه السعوديه هذا الكم من الترفيه، وان احنا نبقى موجودين مع بعض جوه بلدنا في المملكه العربيه السعوديه. انت شايفه هذا الموضوع ازاي، والسعوديين نفسهم شايفين هذا الموضوع ازاي؟ طبعا يعني عندنا مشروع، عندنا لو جينا من الناحية الاقتصادية مشروع نيوم، طبعا أكبر مشروع اقتصادي وترفيهي، ومشروع القدية اللي هي في الرياض. طبعا هذا المشروع الترفيهي اللي حاصل عندنا، طبعا يعني ليه لا، ليه ما نستثمر يعني استثماراتنا، نستثمر طاقاتنا اللي عندنا، نستقطب يعني الإبداع في السعوديين وفي الاستثمار الأجنبي. هذه ناحية. طبعا عندنا نحن مواصفات تضاهي المواصفات اللي ممكن تجذب الناس إنهم يطلعوا برا، وغير ذلك هي ما بتمنع انه الناس انها بتطلع برا. في عندنا علاقات ثقافيه، عندنا اللي هو الدراسه، الابتعاث، لكن يعني شفت كمان حضرتك اماكن اثريه ابتدت تظهر للعالم كله في السعودية. اكيد عندنا نحن يعني ثروه، فلازم تنشر وتستثمر وتستقطب الاستثمار الأجنبي والتفكير الواعي من الشباب السعودي والإبداع، تطلق مكان من الإبداع عندهم، ليه لا. وبعدين يعني غير إنه يعني في إنسان أحيانا يبغى يسافر للاستجمام، فهذا الترفيه اللي في السعودية ليس إنه إلا ما يقدروا يسافروا، هناك في كثير بالعكس يقدروا يسافروا، لكن تمنعهم ظروفهم للعمل، لارتباطاتهم، صحيح، فيكون موجود عندهم. يعني إحنا زي ما قلت لك دخلنا العالمية، فالترفيه هذا حاجة جميلة ولم تترك، يعني عمل الترفيه صحيح لكن لم تترك يعني كده، حط عليها ضوابط وتصير بطريقة منظمة، وحتى الحضور العوائل والنساء طبعا أصدروا قرارات اللي هي منع التحرش ومنع، لكن عندنا ولله الحمد لما صدرت هذه القرارات يعني ما حد احتاجها، ولا عمره إنسان اضطر إنه يعني إنه يبلغ أو يقول، خلاص عندنا الشباب السعودي تحمل المسؤولية. عظيم. وعرف إنه هذه المرأة لما خرجت للعمل ومارست حياتها وحقوقياتها هي أخته، هي أمه، هو يحافظ عليها بالعكس ويخاف عليها. حاجة مشرفة جداً اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية، حاجة كلنا نفخر إنه يعني كلنا بنحب المملكة العربية السعودية، كل العالم العربي والإسلامي أكيد يعني بيقف أكيد بجانب المملكة العربية السعودية طول عمرنا. أكيد نحن بنتكلم عن دولة مثلا، أو نتكلم عن المرأة، المرأة في السعودية هي المرأة في مصر، هي المرأة تمثل الخليج، هي المرأة في جميع الدول العربية. تمام. ويعني حتى يعني الأمير سلمان يعني لما أتكلم قال يعني قوة شباب السعودية قوة جبل طويق، هذا جبل طويق أكبر جبل، يعني لدرجة الله يحفظه قال يعني أنا نفسي إني أشوف يعني الشرق الأوسط في مصاف الدول وأوروبا الجديدة. يعني هو ما تكلم عن السعودية بس، لا، وقال الشرق الأوسط يعني بيهمه في هذه الحاجة، وهذا يهمه إنه ليش العالم العربي كله والإسلامي. حاجة بقول لحضرتك مشرفة جدا، وإحنا فخورين إن حضرتك يعني متواجدة أولا معانا هنا في مسبيرو وفي مصر يعني. طيب المبادرة كان بتقولي من حوالي كم أسبوع حصلت الاحتفالية دي تقريبا اللي إحنا شفناها في التقرير، إيه اللي جاي؟ إيه النشاط اللي جاي قريبا إذا كان جوه السعودية أو في القاهرة؟ والله حتكون نشاطات كثيرة، يعني دحين هي أول مبادرة لها هي دي نخلة السلام، وكانت المبادرة في القاهرة. بعد كده حتطلع يعني في الدول
الثانية. عظيم. بعد كده أكيد حتيجي، حيكون مؤتمرات، حتكون ندوات، هي قد أقيمت سواء في جميع المجالات وفي جميع النشاطات. وكما أسلفت يعني سابقا قلت لك يعني في لما تقول لي نشاط اقتصادي قلت لك أكيد في بين بالذات مصر والسعودية، نيوم، الجسر البري، أيوة، الاستثمارات، التجارة، هذه كلها يعني بين مصر والسعودية. دكتورة شرفتينا ونورتينا يا فندم، ورسالة محبة وسلام من الشعب المصري 100 مليون لأهل السعودية كلهم من خلال نايل لايف ومن خلال حضرتك. حضرتك راجعة بإذن الله السعودية امتى؟ قريبا إن شاء الله كده يعني بعد أسبوعين. كل اللي حضرتك تشوفيه في أي حتة من الأهل أو من أهل السعودية كلهم توصل لهم يعني سلام الشعب المصري كله. وأنا أشكركم على استضافتي وسعيدة جدا بتواجدي معكم، وكذلك السعودية جميعها تهديكم السلام وتحياتها لكم. الدكتورة الجامعية الدكتورة سميرة بنتن، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لكم، وأنا سعيدة بكم ونهاركم سعيد إن شاء الله دايما علينا وعلى المملكة العربية السعودية يا رب إن شاء الله وعلى المسلمين أجمعين بإذن الله. فاصل وراجعين حالاً.